السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكونكس، اكونكس هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن منصة اونلاين بتقدر تدير من خلالها المشروع بتاعك، بترفع الملفات كلها، بتبدأ تبقى فيها الايميلات، بيبقى في حاجة اسمها ورك فلو. ورك فلو عبارة عن ايه؟ ان انا اقول له اول ما ادوس هنا الملفات دي اوتوماتيك تروح لفلان وفلان وفلان، اول ما يجيلي ايميل من ده يبقى تاخد منها كوبي وتديها لفلان، اول ما يجي مثلا ملف كذا اعمل كذا، اول ما ادوس على ابروفال انقل دول من الفولدر ده للفولدر دوت. فدي يعني حاجه زي كوماندات انفايرمنت بس مختلفه شويه، وتقدر من خلاله تشوف الملفات الوورد والاكسل والصور والفيديوهات وملفات الريفت وكل الكلام ده كله. طيب هنا مثلا الجزء ده بتاع التاسكات، يعني التاسكات بتبقى عباره عن ايه؟ ايميل بيجي لك يقول لك اعمل كذا وكذا وكذا، تمام؟ فانا بحاول قدر الامكان ما افتحش حاجه تكون خاصه بالمشروع او حاجه فيها مشاكل يعني. طيب دي بتدي تاسكات، انت ممكن تبعت تاسك لحد، تمام، تقول له اعمل كذا، او المدير يبعت لك، فانت تبقى متخزن عندك ان في 5 حاجات مطلوبه منك فتنفذهم واحده ورا التانيه. بعد كده المودلز، تقدر تختار اي موديل ويبدا ان هو يظهر معاك وتقدر ان انت تشوفه. الاكونكس ممكن تحمله من اب ستور او تحمله من جوجل بلاي، يبقى عندك على الموبايل، فتقدر تشوف برضو الموديل بتاعك على الموبايل، سواء ريفت سواء اي اف سي سواء دكم اوتوكاد اي حاجه من الحاجات دي، فتقدر ان انت تشوف كل الملفات اللي انت عايزها. طبعا اكونكس تبع شركه اسمها اوراكل، ودي شركه قويه جدا من اقوى شركات في قواعد البيانات. بعد كده هتلاقي حاجه اسمها دوكومنتس، هتلاقي الدوكومنت ريجستر، هتلاقي الدروينج، هتلاقي التمبوري فايل، هتلاقي ان انت تقدر ترفع ملفات كتيره في نفس الوقت، تقدر ان انت تعمل ابروفال يعني، ودي مرتبطه زي ما قلنا بالورك فلو، فلما تعمل ابروفال يبدا ان هو ينقل، او مثلا جات لك ملفات فانت ممكن تعلم عليها ان دي اترفضت او توافق عليها لو انت مسؤول عن الموضوع ده، او ممكن تقول له ابعتها بقى للتمبوري، بس ايه اشوف الابروفال، يبدا ان هو يبعتها في ايميل للشخص اللي المفروض ان هو هيرجع. هنا برضو الايميلات انا خليته يعمل سيرش على حاجه غريبه بحيث ان ما تظهرش الايميلات، بس تقدر ان انت تقول له انا عايز اعمل سيرش على الايميل بالرقم بتاعه او بالسبجكت او بالتاريخ او من فلان او من الشركه الفلانيه او للشركه الفلانيه او الستاتس بتاعه كذا او التايب بتاعه كذا، بحيث تقدر تلاقي الحاجه بسهوله. بعد كده هنلاقي الكوست مانجمنت، كوست ريبورت، الكوست ادمنستريشن، اكتيفيتي ستيم، تبدا تعرف معلومات عن الكوست في المرحله دي من المشروع. بعد كده التندر، لو في اي حاجه بنبعت لك تندر، تمام، انفيتيشن، او في درافت التندر لسه ما بعتوش، فيبدا يظهر عندك كل حاجه خاصه بالتندر. بعد كده الورك فلو، تمام، يبدا بقى يقول لك ايه الحاجات اللي هي كومبليت او الان بروجريس او ترمينيتد، والرقم بتاعها ممكن تعمل سيرش عليها، تمام. عندك ورك فلو وعندك حاجات تمبليت تكون جاهزه، ممكن ستاندرد سيرش على الحاجات اللي اساين تو مي او اساين تو ماي اورجانيزيشن انفايت باي مي. وبعد كده في حاجات بقى خاصه بالسبلاير، حاجات خاصه بالسبلاير دوكومنتس، بالاكتف باكج، او حاجه بالدرافت باكج. بعد كده هنلاقي الدايركتوري، بحيث ان انت تلاقي كل الناس اللي شغالين في المشروع دوت بكل تفصيل، بالايميلات، بالتليفون، بكل حاجه. انا برضه عملت سيرش على حاجه غريبه بحيث ان السيرش ما يظهرش اي ارقام او اي تليفونات، عشان بس ايه واحنا بنسجل الفيديو مش عايزين نعمل مشاكل. بعد كده بنقول له هنا ان احنا عايزين تقارير، فبيبدا يجيب لي تقارير عن كل حاجه في المشروع ده. مثال مثلا بروجكت اوفر فيو، عدد الناس اللي شغاله في المشروع حاليا 1659 واحد، ده مشروع من المشروعات الكبيره. في الداشبورد حسب المشروع بتاعك هتلاقي حاجات كتيره موجوده تبدا ان انت تشوفها، ممكن تشوف في كام ار اف اي جه وكام ار اف اي ترد عليهم وكام ريكوست فور انفورميشن، وفي كل ديسيبلين انا حاجه فيهم اللي بتاخد ابروفل وانا حاجات اللي مش واخد ابروفل وهكذا، فهتلاقي كل الداتا بحيث ان تعرف اذا كان في مشكله موجوده في انهي قسم. ده عباره عن دوكيمنت مانجمنت سيستم، تقدر ان انت تراقب المشروع بتاعك بشكل قوي جدا من خلال الاكونكس. هو مكلف شويه لكن في شركات كتيره بتستخدمه، وممكن تدور على بدائل تانية تكون ارخص او مجانيه او اوبن سورس.